في ملعب ستانفورد بريدج في مدينة لندن العاصمة البريطانية. إذن نذكر مشاهدي الكرام بأننا بصدد مباراتين الآن في شكرا أيمن جادة. والإنجليزي لوفتوس تشيك أمامهم ثلاثة لاعبين، المغربي حكيم زياش، البرتغالي جوا فيليكس، والأوكراني ميخايلو مودريتش. عادية حكاية في الفيسر ستاديوم لما فازت على الأخذ الفرد برامن بهدفين لصفر. اليوم ماريوس وولف الأيمن وكريم أديمي المدافع الأيسر الدولي، كذلك الناخب الوطن في مواجهته للبروسيا لم يفز ولا مرة. كايو فيرتس لم يسجل أي هدف في شباك بعيد الكرة لكريم أديمي لعب المنطقة مع أنزو فرنانديز بطل العرب الأرجنتيني المنتقل من بنفيكا. النجم السابق للشختار دونيتسك الأوكراني سريع الأوكران التسنتي من نيكلاس التدرج بالكرة من أنزو فرنانديز نظرة تدخل قوي أديمي أول أنذار في المباراة التاريخ الإنجليزي. وتياغو سيلفا يدخل متفرج جواو فيليكس بالرأس يوليان براس يقاتل على كورتو والتسويب خريد كيريرو تعدي بالرأس كان يصاب الركنية تتوالى الركنيات. هذه كرة مدروسة إيميل الشان قبل الكل خريدو كوليبالي توزع ونيكلا تفاعل جرام بوتر مع وضعية الهجوم للبلوزة تشيلسي. كرة عالية في القائم الثاني لقلب المعطية لبروسيا ميخايلو يعدي والمخالفة ميخ جول جول لكن الحكم يقول لا. ماذا قال الحكم؟ هناك لمسة يد من تياغو سيلفا تعود الكرة الألمانية غير ممكنة إلى جانب بار يوزع بعد تاير ركنية للكرة في القائم الثاني بعد سولي أديمي وكوليبالي يقطعها برانتي وزع قين زريدل بالمدرب الأسطورة أوتمار إيمس عكسية تعود يعدي لكن كريم أديمي حاز شو هذا السابق للريد سليبر عادي التسويب بجانب الحارس اليزابلاكا سيبوس حكيم حكيم زياش والمخالفة ضد رافائيل حكم يخلي اللعب دون بارك يوزع جول غريبة عجيبة وغريبة فرصة غريبة يضيعها جواب زياش زياش الكرة المغربية حكيم 20 عام خريج أكاديمية ميونخ المضمنة بالرأس زياش هافيرتس يحاول المرور فيليكس جول فيليكس جول لا اي 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 على بسرعة مذهلة بايرن ميونخ المنتخب الألماني الدوري الإنجليزي يراوغ جول 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 لا أمان لا أمان مع الألمان لا